النظرة الاستشرافية والمخطط الاستراتيجي، المحور الأول تاعو من 6 محاور اللي يرتكز عليها، المحور الأول هو تأدية تحسين تأدية المرفق العام. هذه حاجة هامة جدا، وبالعكس راح تكون أكثر نجاعة إعادة النظر في كل الاستثمارات اللي يقوموا فيها على هذا البعد المتوسط والبعيد. كل هذا اللي يرتكز عليها المخطط الاستراتيجي ما تسمح إلا لمجمع سون الغاز نظرة جديدة، حلة جديدة ونجاعة أفضل.